يقول ما الحكم فيما يحدث في المناسبات وأفراح الزواجات عندما يدخل العريس وسط النساء بحجة أنها الزفة ويأخذ العروس من وسط النساء؟ هذا منكر، كون العريس يدخل متجملا ومتزينا على النساء، وربما إن أكثر النساء كاشفات لوجوهن سافرات بحجة أنه يأخذ زوجته من بينهن، هي شاة يأخذها من الغنم، الزوجة تجعل له في مكان يدخل عليها، مكان مستور خفي، أما أنه يدخل على النساء ويأخذ زوجته هذا من العادات السيئة، ما هذا من البهيمية ذا ومن سوء الأخلاق. الزواج فيه ستر وفيه حياء وفيه عفة، لا يكون بهذه الصورة. نعم.